أي داربي، أي متعة، فريق يسجل ولا ركنية، ولكن الحكم أعلن عن ركنية والعرضية حاضرة راسية. جول عين، يعني هنا نشوفوا عدم مراقبة لاعب بالعيد، يعني خلاوه تقريبا لوحده. لاعبين محيوس اللي مازال ما راحش 100%، ولكن راه يسترجع لوصيف كذلك. انا نظن هاد اللاعبين لما يعودوا 100% من مستواهم راح يقدموا يعني مستوى كبير ويقدموا اضافه كبيره للفريق. هاي لا بالراس من هناك، صعبه خطيره يا سلام، كره ملعوبه بالراس بالعيد في مكان بدون and then from a set piece, Zinedine Belaïd wrapping up the match. Sadi Ridwani with the delivery in. Zinedine, and he does so here. Right. Spot on. Just lurking in behind from the resulting corner. Zinedine Belaïd rising unmarked on the edge of the 6-yard box to make it 2-0 after 62. بالعيد يحولها إلى هدف التعادل في الدقيقة 66. فرحة الزوار. Skips over. Perfect penalty. Right in the corner. Elshin. Perfectly placed penalty. تنفذ هذه الكرة داخل منطقة الجزاء راسية. هدف أول. هدف أول يأتي في المقابلة. هدف اعتقد ديال اللاعب زين الدين بالعيد. قبل 6 دقائق على نهاية الوقت الرسمي لهذا الشوط الأول، ركنية من جحني. سيضع هذه الكرة في القائم الثاني. على الهدف الثاني ويسمح لفريقه من التقدم في النتيجة مرة